أقامت مدارس حضرموت العالمية الحفل التكريمي للمسابقة السنوية لتحدي القراءة في نسختها الثانية، والتي وسمت تحت عنوان خير جليس، بمشاركة الطلاب وطالبات المدارس الصفوف العليا من الرابع وحتى الثاني الثانوي. المزيد في هذا التقرير. تصفيات مسابقة تحدي القراءة. وخير جليس في الزمان كتاب. من هذا المنطلق يأتي تنظيم مدارس حضرموت العالمية الحفل التكريمي للمسابقة السنوية لتحدي القراءة في نسختها الثانية، لتعزيز حب القراءة وتطوير مهارة الطلاب وغرس أهمية القراءة لديهم لما لها من أثر كبير في توسيع المدارك وتثقيف الطلاب. هذا النشاط ترمي من خلال المدارس إلى تشجيع الطلاب على القراءة الحرة، قراءة عدد من الكتب في مدة زمنية محدودة. يخضع الطلاب بعد ذلك لتقويم من لجنة تحكيم تناقش الطلاب في ما قرأوه وما الذي استفادوه من هذه الكتب وما الأفكار التي خرجوا بها منها. هذا النوع من القراءة الحرة يعمل على تنمية الحصيلة اللغوية للقارئ وينمي مداركه ويوسع آفاق ثقافته ويكسبه قدرة على التفكير وعلى الإبداع. 9 من الطلاب والطالبات تنافسوا في التصفية النهائية للمسابقة من أصل 50 مشارك من طلاب المدارس، وتم تقييم أدائهم من قبل لجنة التحكيم، كما تم تكريم المتسابقين واللجنة المشاركة تقديرا لجهودهم المبذولة في هذه المسابقة. وتهدف هذه المسابقة لبث ثقافة القراءة في نفوس الطلاب وجعلها عادة محببة. وقد خاض غمار المسابقة 50 طالبا وطالبة من أبناء مدارس حضرموت العالمية. الحفل التكريمي للمسابقة شهد فعاليات متنوعة، حيث جسد الطلاب والطالبات أدوار شخصيات حضرمية كانت لها إسهامات في تاريخ العلم والفكر والثقافة، كابن خلدون وباكثير وأبي بكر بن شهاب والشاعر حسين المحضار والمؤرخ سعيد باوزير والتربوية فاطمة الناخبي. هذه هي النسخة الثانية، وأنا طبعا شاركت في نسختين. في النسخة الأولى حصلت على المركز الرابع، وفي هذه النسخة ولله الحمد حصلت على المركز الأول. غيرت مسابقة خير جليس حب القراءة بالنسبة لي، حيث أنني كنت أظن أن الكتب قراءة الكتب مملة وغير مشوقة، ولكن خير جليس كانت متكفلة لتغيير هذا المفهوم الخاطئ الذي يتبناه العديد من الناس. المسابقة تعتبر تجربة ممتعة وملهمة للجميع، حيث تمكن الطلاب والطالبات من الاستمتاع بالأداء الجماعي والتعبير عن مواهبهم الفنية والأدبية، كما ساهم الحفل في تعزيز حب القراءة وتطوير مهارة الطلاب في هذا المجال المهم، لتكون القراءة عادة بل عبادة محببة في نفوسهم.